ستترك زينب خالد وتنتقل إلى منزل جديد. في الواقع ستصبح زينب امرأة قوية وتعمل في وظيفة جديدة لتعيل أسرتها، لكن للأسف ستحدث أحداث سيئة جديدة لزينب في الموسم الجديد، تماما كما نتخلص من مشكلة ألبير، هذه المرة سيقع ألبوس في حب زينب. إذا لم تكن زينب حاضرة فسيحدث لها شر جديد، لأنه سيحاول بكل الطرق أن يأخذ زينب من خليل ألبوس، وبالطبع في هذه العملية ستطلق زينب خليل. لهذا السبب سيتم تشجيع ألبوس زينب على الحصول عليها، لكن لحسن الحظ في الموسم الجديد سيأتي خليل لإنقاذ زينب مرة أخرى. سينزعج خليل عندما يرى أن زينب في ورطة ولا تستطيع إعالة أسرتها. سيقدم خليل عرض عمل لزينب من أجل استعادتها، وستقبل زينب أيضا عرض العمل الجديد الذي قدمه خليل. وفي النهاية سيلتقي خليل وزينب مرة أخرى، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتمكن خليل من الحصول على زينب، ولأن زينب وخليل مطلقان سيتعين على خليل أن يعترف بحبه لزينب مرة أخرى. من ناحية أخرى ستؤيد زينب العفو عن خليل يوما بعد يوم، ونتيجة لذلك ستسامح زينب خليل وتحتضنه. وأخيرا ستبدأ مفاجأة جميلة في السلسلة، خليل سيتزوج زينب، ولكن بعد ذلك سيصل صاحب مكان العمل الذي تعمل فيه زينب. سيقول هذا البوس لزينب: أنت مدينة لي. ستذكر زينب أيضا أنها تدين لعائلتها بمعيشتها بفضل البوس. تقرر زينب الطلاق من خليل والزواج من البوس من أجل سداد دينها للبوس. حتى زينب ستقول: أنا مدينة لمديري، لولاه لماتت عائلتي من الجوع. ستقول زينب: إنني يجب أن أتزوج مديري السابق وأدفع ديني لها عن طريق أنجب طفل معه. ومن ناحية أخرى سيبكي خليل عند تلاقي زينب منها مرة أخرى، لأن خليل سيقول: أنا رجل عصري، لدي يجب أن أحترم قرارات زينب. سيقوم خليل بتسليم زينب بيده لرجل آخر. لسوء الحظ بعد فترة ربما سيقتل الزعيم زينب، وسيبدأ حب جديد لخليل. ولكن على العكس من ذلك، إذا لم تطلق زينب خليل فلن تموت زينب. إذا لم يغير المسلسل تاريخ موسمه الجديد مرة أخرى فسيبدأ يوم 32 سبتمبر.